أحمدك اللهم أبلغ الحمد وأنماه وأشمله وأزكاه وأطيبه وأعطره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين هادي للبشرية وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، وإذ نتحدث عن كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، فكيف لنا أن نكون على قدمه ونقتفي من آثاره ونتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. تذكرنا سورة الأحزاب بثلاثة حقوق له علينا صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي وإياكم بها بإيجاز: إذا قمنا بهذه الحقوق يتفاعل هذا القلب مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. نريد من نهاية أن نخرج بمنهج عملي، إذ نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق الأول في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كيف يعبر عن صادق حبي وتضحيتي وانتصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والحق الثاني: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف يكون لي صلى الله عليه وسلم القدوة الأعظم في كل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ وإنما يحرك القلب نحو ذلك كله الأمر الثالث في هذا الجانب: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك ربي يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهل عرفنا معنى أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك وراء ذلك من الحديث ما وراءه، لكن الله تعالى يقول: هو الله سبحانه يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكيف يصلي علينا ربنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. فهل نحن ممن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين؟ وإذا ألمت بك ملمة وإذا أصابك ضيق، ولا شك أننا بحاجة أن نقف أكثر وأكثر مع هذه الجوانب صلى الله عليه وسلم. ونحن بين يدي عام قد ودعناه شمسي، والشمس والقمر آيتان من آيات الله. فنحن نقول: عام شمسي مضى وعام شمسي أتى. وبالتالي أنا استغفر عما مضى من تقصير، وهذا واجب، أن نعد أنفسنا لنتحمل مسؤولياتنا تجاه ديننا ورسالتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك ومع ذلك كله تجاه ربنا عبودية لله سبحانه وتعالى. وقد قالوا: وما أخطر ما قيل في هذا الجانب: الناس صنفان، صنف أموات وهم في الأحياء، وصنف أحياء وهم في الأموات. أموات وهم في الأحياء لا أثر له، لا تجده فعلا إيجابيا، يكاد ينعكف على نفسه ومصالح ذاته فينتهي. وصنف أحياء وهم في الأموات، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فيبقى الإنسان عندما يقدم نفسه وماله وعقله وقلبه لله ولرسوله خالدا عند الله، خالدا في جنات النعيم، خالد الذكر الطيب بإذن الله سبحانه وتعالى. فنعقد العزم كيف يكون حالنا في هذا العام إن شاء الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، سائلين الله أن يجعله عام خير وبركة.